أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكدت القوات الأمنية العراقية استعادة السيطرة على منطقتي حضرة السادة والأحمدية في الشطر القديم غربي مدينة الموصل. وقالت مصادر عسكرية إن القوات العراقية قتلت 36 مسلحا من داعش خلال الساعات 24 الماضية غربي المدينة. هز انفجار عنيف منطقة الأوراس في ريف حمص الجنوبي السوري من دون معرفة مصدره أو سببه. وقال مراسلنا إن منطقة الأوراس التي سمع فيها دوي الانفجار تضم كتيبة دفاع جوي تابعة لقوات الأسد، كما تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن بشار الأسد أخذ تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مغبة استخدام السلاح الكيميائي على محمل الجد. وأكد ماتيس أن برنامج نظام الأسد للسلاح الكيميائي لا يقتصر على مطار عسكري واحد، في إشارة إلى مطار الإشعارات العسكري. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش إن على قطر العودة لرشدها أو أن تختار طريقا دون محيطها، مشيرا في تغريدات له على موقع تويتر إلى المعاناة من تآمر قطر على استقرار المنطقة، ومشددا على دعمها لأجندات حزبية تسعى للفوضى في العالم العربي. قالت كوريا الشمالية إنها أصدرت أمراً بإعدام رئيسة كوريا الجنوبية السابقة ورئيس جهاز مخابراتها لتآمرهما لاغتيال الزعيم كيم جونغ أون، مطالبة سول بتسليمهما. جاء هذا البيان بعد أن ذكر تقرير إعلامي ياباني أن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة أصدرت تعليماتها إلى رئيس جهاز الاستخبارات الوطني السابق بإزالة كيم بأية وسيلة بما في ذلك الاغتيال. نجحت حكومة تيريزا ماي في أول اختبار لها داخل مجلس العموم البريطاني بعد الانتخابات التشريعية، حيث تمكنت من إفشال اقتراح للمعارضة حول إجراءات تقشف. وكان الاقتراح الذي تقدم به حزب العمال يطالب بإجراء اقتطاعات في ميزانيات الشرطة والإطفاء. طور باحثون سويسريون برنامجاً يسمح بتجربة تصميمات البناء وتغييرها عبر تقنية الواقع الافتراضي. وأشاد أطباء ومهندسون بالبرنامج وعدوه مفيداً جداً، خاصة في تصميم غرف العمليات الجراحية أو حتى المحال التجارية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.